سؤال من ضمن الأسئلة اللي جاية على رسائل الصفحة. أم بتقول: أنا أم الأربع أولاد وبنات، سنهم من 9 لغاية 16. أنا مشكلتي معاهم هي المشكلة الروحية، لأن آخر سنتين أنا حاسة أن مستواهم الروحي نزل، خصوصا أن فترة الكورونا مفيش أنشطة كنسية ومفيش نزول للكنيسة كتير، فحساهم زي ما يكون بعدوا عن ربنا شوية. والمؤشر اللي مضايقني هو أن أنا حاسة أن هما ما بقوش متشجعين قوي لقعدة الصلاة والترنيم والكتاب المقدس زي زمان، احنا وهم صغيرين، وانا كنت بشجعهم باستمرار ان احنا نقرا مع بعض، نرنم سوا، نقرا في البايبل سوا. لكن السنين الاخيره بداوا هم يبقوا بيتلككوا، كل ما اطلب منهم ان هم يقروا في الكتاب المقدس خصوصا الكبار يبداوا يقولوا ان احنا مش بنعرف نقرا عربي كويس، وانا مش بعرف اقرا لهم في البايبل الانجليش، وبالتالي قرايتهم في الكتاب المقدس ما بقتش منتظمه زي زمان. انا بشكر الام اللي بعتت السؤال في الحقيقه، لان ما بقاش في حد تقريبا مهتم دلوقتي بالكتاب المقدس وبالتربيه الروحيه لاولادنا وبناتنا زي زمان، او قليلين يعني اللي بيعملوا كده، مش ما بقاش في حد، بس قليلين قوي اللي حريصين على النقطه دي. لكن انا بطمن حضرتك وبقول لك ان حضرتك اسست صح، وقربتيهم من الكنيسه صح، وقربتيهم من الكتاب المقدس صح، قربتيهم من ربنا صح، فده في حد ذاته حاجه مشجعه ومطمئنه. واللي بيحصل دلوقتي كمان طبيعي في سن المراهقه، ان هم يبداوا يختاروا اختياراتهم، يجربوا يبعدوا شويه يقربوا شويه، ده طبيعي في مرحله المراهقه، لان هم بيبقوا عايزين يشعروا بالاستقلاليه شويه. فبشجع حضرتك انك تبقي مطمنه اكثر هدوءا في التعامل مع الموضوع. نقطة تانية كمان، ما تضغطيش عليهم، لأن الضغط هنا عليهم إن هم يقروا أو يصلوا أو يرنموا أو الضغط هنا يخليهم يعملوا العكس تماما ويعندوا، لأن فترة المراهقة طبعا فيها السمات بتاعة العند والتمرد، ودي بتبقى جاية من احتياجهم إن هم يبقوا مستقلين ويختاروا اختياراتهم الحرة زي ما كنت بقول لحضرتك دلوقتي حالا. فبعض الاقتراحات اللطيفة اللي ممكن تكون مجدية، ان احنا في سن المراهقه ممكن نكلفهم هم اللي يكونوا مسؤولين عن قعده المذبح العائلي، يعني ممكن كل واحد منهم ياخد اعداد القعده الروحيه بتاعتنا مره من المرات، وممكن نقلل عدد المرات، يعني بدل ما كنا زمان كنت بقرا لهم في الكتاب المقدس كل يوم، ممكن نعمل المذبح العائلي مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع، وبالتالي هم يبقوا مش حاسين بضغط، لكن في نفس الوقت يبقوا متشجعين للقصه بشكل او باخر. في نفس الوقت في سن المراهقه هم يحتاجوا ان هم اللي يحضروا، هم اللي يفكروا، هم اللي يحضروا الترنيمه مثلا على اليوتيوب، ترنيمه حلوه هنشوفها مع بعض ونرنم معاها، ممكن نحضر قصه من الكتاب المقدس حد منهم فعلا يقراها لنا، ممكن حد يقراها لنا بالانجلش ويترجم، حد يقراها بالعربي ويترجم انجليش، يعني ممكن نفكر في اي طرق شيقه ونشجعهم ان هم اللي يبقوا مسؤولين عن ده، اعتقد ده ممكن يحمسهم بنسبه مش قليله. النقطه الثانيه او الملحوظه المهمه هنا، انا شايف ان حضرتك ما جبتيش سيره بابا، انا مش عارف بابا مسافر ولا موجود ولا مش موجود ولا بيشترك ولا مش بيشترك، لكن طبعا اشتراك بابا هنا في المذبح العائلي معانا هيكون مشجع ليهم جد، لان بالذات الاولاد الذكور، لو في حضرتك بتقولي ولاد وبنات، فالاولاد الذكور غالبا هيبقوا بيقلدوا النموذج بتاع بابا، لو بابا مش من النوع اللي بيشترك في المذبح العائلي وفي الكتاب المقدس، فهنا الطفل الكبير او الطفل الولد اللي موجود غالبا هيبقى بيتشبه بباباه، هيشعر انه كأن القعده الروحيه اللي كنا بنعملها دي القعده بتاعت ماما وبتاعت البنات، لكن انا كبرت دلوقتي، فبيقلد بشكل لا واعي النموذج بتاع بابا. عشان كده اشتراك بابا دلوقتي في المذبح العائلي مهم جدا جدا جدا، ولازم يبقى متواجد وبدون ضغط. نقطه تانية، ان احنا بنستمر احنا على المذبح العائلي وبنستمر على الصلوات الفرديه، هم بيشوفوا ماما بتصلي، هم بيشوفوا ماما الكتاب المقدس عندها مهم، بيشوفوا بابا بيقرا، بيشوفوا بابا بيصلي، هم هيقلدوا نفس النموذج بشكل تلقائي، حتى لو هم دلوقتي ما اختاروش ان هم يعملوا ده، حتى لو هم مش ملتزمين بيعملوا ده، هيردوا على الشكل ده في وقت من الاوقات، اول ما يتزنقوا في حاجه، اول ما يبقى ليهم طلب عند ربنا، اول ما يبقى عندهم امتحان ومضغوطين، اول ما يبقى عندهم مشكله مع اصحابهم، اول ما الحياه هتزنق عليهم بشكل او باخر، هتلاقيهم رجعوا وقعدوا تاني للمذبح العائلي ولوقفه الصلاه والترانيم، ويرجعوا تاني للكتاب المقدس بنعمه المسيح. بالنسبه للاطفال الصغيرين اللي سنهم 9 أو 12، ممكن نشجعهم ببعض الكتب المقدسة الإنجليش اللي بيبقى فيها مثلا صور أو بيبقى فيها مناسبة للسن بتاع إعدادي، أو ممكن نبقى بنجيب من الكتب المتاحة في المكتبات المسيحية وفي دار الكتاب المقدس، منزلين كتب كتيرة خالص بالعربي وبالإنجليش، وفي معاها بقى زي مناقشة، فيها أسئلة للمناقشة بشكل تطبيقي، إن أنا أطبق القصة على حياتي وعلى طريقتي.
بنعمة ربنا الكورونا تخلص والكنيسة ترجع تاني، وأولادك من الواضح إن هما طالما اتربوا التربية الروحية الرائعة دي أكيد هيبقوا خدام رائعين. ربنا معاكي.